إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم مع طريقة رش المبيد وأنواعه. طبعا حضراتكم كلنا عايزين النجيلة تبقى خضرة باستمرار. علشان تكون خضرة باستمرار، من ضمن الحاجات اللي احنا دايما بنهتم بيها ان احنا نرش المبيد. وقلنا حضراتكم قبل كده علشان نكتشف الدودة بنحط الخرطوم في مكان في النجيلة فبيظهر الدود، او نشوف الهدود او العصافير. ولكن النهاردة النجيلة اللي معانا باينة حضراتكم، شوفوا واضحة من غير مية ومن غير حاجة خالص، واضحة جدا ان فيها دودة لسه مزروعة بقى لها حوالي اسبوعين او يعني 18 يوم، ولكن الظاهر ان جاية وبالدودة بتاعتها وما ظهرتش الا بعد اسبوعين. علشان ما نطولش على حضراتكم، نعمل ايه؟ هنجيب اي نوع من المبيدات الحشرية ومعاه لانت. هنشوف دلوقتي الانواع اللي ممكن نستخدمها. قبل ما نشوف الانواع، بس عايزين نقول على مسألة مهمة، ان احنا لما بنحط دواء ونمشي عليه فترة، لو في دود ما ماتش بياخد مناعة، فعايزين من وقت للتاني نغير نوع الدواء. هنوري حضراتكم بعض اصناف الدواء ونلاقي مثلا ممكن 3-4 اصناف دول المادة الفعالة بتاعتهم واحدة، فناخد بالنا ان احنا ما نجيبش من نفس المادة الفعالة دي. وهنقول لحضراتكم بعض الاسماء. اولا احنا عندنا موتور 600 لتر اللي هو باربع عجلات ده، وعندنا رشاشة الصغيرة دي 20 لتر. هنوري حضراتكم بعض الاصناف، البستبان وفي كم صنف كده ورا منه، ادي ده النوع الثاني فوسيلد، اللي هيجوا ورا بعض دول عينه واحده كروفوس، ده النوع الثالث كلوروزان، بيريبان سته تاك، سبعة اكتافوس، تفابان تمانية. التمن اصناف دول مادة فعالة واحدة. الكرد ده وفي نوع تاني معاه دول مادة فعالة واحدة. الملاسيون ده برضو مادة لوحدها، مادة فعالة تانية لوحده. ديمسويت ده برضو مادة فعالة لوحده. فيبكرون ده نفس المادة الفعالة بتاعت الكورد. اللمبانة ده مادة فعالة لوحده. وده اسمه بيلاراميت او بيقولوا عليه لانت لما نشتريه، حتى لو قلت لانت معروف يعني. كيس اي حضراتكم كيس احمر. لو هنعبي الرشاشة الصغيرة الصفرة دي، هنحط معلقتين صغيرين من الكيس الاحمر وغطيين من الازازة، او معلقة كبيرة وغطيين من الازازة اللي هو السائل. اما لو احنا هنعبي الماتور اللي هو 600 لتر، فهنحط ازازة كاملة من دي، وهنحط 3 كياس من اللانت. هنا حضراتكم العبوة اللي معانا هنعبي
نص مطور بس النهاردة لان مش هنرش كتير. نص المطور ده هياخد نص ازازة وكيس ونص من اللانت. اهو حضراتكم هيفضي نص الازازة وهيفضي كيس ونص من اللانت. هيفضي الكيس ده كله وهيجيب نص كيس تاني هيفضيه على العبوة اللي معانا. بتالي واضحة الماتور كامل ازازة كاملة وتلات كياس، نص ماتور يبقى نص ازازة وكيس ونص من اللانت. اما بالنسبة للرشاشة الصغيرة دي فهيحط غطيين ومعلقتين صغيرين او معلقة كبيرة او غطيين زي اللي معاه ده زي اللي هو بيعبيهم كده، ومعلقتين من الصغيرة او معلقة من الكبيرة دي. بس ان شاء الله المسألة سهلة. بعد ما بنعمل كده نبتدي نرش ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين كده هيرش. لو الدودة كتير قوي ممكن بعد 5 6 ايام بعد اسبوع نديها رشة تانية علشان نتأكد ان مفيش دودة خالص. اما المعتاد بتاعنا ان احنا كل اسبوعين بنرش رشة من الدواء ده، ممكن كل شهر نغير المبيد علشان الدودة ما تاخدش على نوع واحد من المبيد. وزي ما حضراتكم شفتم يعني احنا ورينا لحضراتكم اكتر من نوع ممكن نستخدمه، يعني مجموعات، وممكن نغير بقى من وقت للتاني زي ما قلنا من شوية كده، نغير في الانواع، مرة نجيب كرد، مرة نجيب باستبان، مرة نجيب لمبادة. دي يعني ايه الاصناف اللي هي مش زي بعض في المادة الفعالة. إن كان الفيديو عجب حضراتكم ياريت نعمل اشتراك في القناة ونشير الفيديو ونعمل إعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.